السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. يا مرحبا بك أخويا. يا دكتور لاباس عليك، أنا ياك كلشي بخير. أكرمكم الله. نهار كبير هذا الحمد لله، ملي اتصلنا بك وعطينا كل الأولاد ديالي والعائلة دي كلها فرحانة، فرحانة بزاف دكتور. وشحال هادي وحنا كنتصلوا بك، ما عمر كتب الله حتى اليوم. مرحبا خويا، حفظك الله ورعاك الله. بخير دكتور، انتم لاباس؟ عزكم الله مولاي. باش كتقدموني جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بزاف بزاف د الحوايج، الله يجزيك بخير، الله يرحم الوالدين. أكرمك الله خويا. دكتور الله يجزيك بخير، بغيت نناقش معك. عندي واحد البنية عندها 15 عام. إيه. وعندها تخوف بزاف بزاف، وكتبقى الآن حاجة كدير تبول. إيه. ما كتقدرش، عندها التخوف دابا ولو دابا بحال دابا الدور ساعة وداك الشيء، لمرة شي واحد معها المرحاض ما تقدرش تمشي ليه. والله يجزيك بخير، بغينا شوية واحد الدعاء من عندك. يا ربي يجزيك بخير. يا ربي الله يرحم لك الوالدين. يا ربي يا خويا. كتقرا عندها 15 عام باقا كتقرا، وسميت ولكن عندها الخوف بزاف بزاف. الله يحفظها يا رب. واحد الدعاء ليا والوالدين توفوا ولجميع المسلمين، الله يرحم الوالدين. يا رب يا كريم. وواحد الدعاء ليا على شي حسب شي عمل ان شاء الله، الله يرحم الوالدين. كنت انا مع واحد السيد خدام ودات معاه شركه ولحني بكل صراحه، ما عطاني والو، قال لي بدي ما كتسني ما والو، ودابا راني عاطل. درت واحد الكريدي، درت واحد الشركه، مازال ما يسرش الله، ديال الامن الخاص دعي معنا، الله يسهل الامور يا رب يا كريم. يسر فيها ان شاء الله. اللهم امين اخويا. اللهم سي رشيد، الله يرحم لك الوالدين يا دكتور، الله يجزيك بخير. بارك الله فيك، شكرا لك اخويا رشيد. دكتور شكرا، بارك الله فيك. الله اعزك الله مولاي، اعزك الله. وتحيه كبيره لاهل اقدير اخي رشيد، الله يكون لك ولي ونصير ويحفظ لك الله جميع الوليدات. سي رشيد، هذا الخوف، هناك الخوف الطبيعي اللي هو ركب الله تعالى في بني البشر كلهم. الناس دابا راه خايفين من الكورونا، وكاين اللي خايف من المستقبل، وكاين اللي خايف من غلاء المعيشه، وكاين اللي خايف من انقضاء المواد الاستهلاكيه، وكاين اللي خايف من المجهول. الخوف طبيعي في البشر، لكن هناك الخوف الغير طبيعي، هذاك يتسمى الهلع، هذاك الذعر، هذاك خوف غير طبيعي. كاين اللي عنده وكيتركب لي من كرشمه، ملي كان باقي جنين في بطن امه، اصيبت الام وهي حامل بفزع شديد، وهذاك الفزع بحال الفيروس تاهويا كيتنقل للجنين، وكتلقى الجنين براسه ما فاهمش، تولد ومخلوع، مناش مخلوع الله اعلم من المجهول، لان الام ركبت فيه الهلع وهو لازال الجنين في بطنها. لهذا الاطباء كيوصيو بان المراه الحامل عندها اعتبار كبير، وحتى الفقهاء كيقول لك المراه الحامل نتهلاو فيها ونحفظوها وندير لها التمييز الايجابي. علاش؟ لان عندها مجموعه حقوق، ويكفيها حق جنينها في بطنها. وكاين الله يسترنا ويستركم بعض الاطفال الصغار تا كيخرجوا من كرشمهم وكيتصابوا بواحد الروح خبيثه كتسمى ام الصبيان. ام الصبيان هذه روح خبيثه حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا اذا ازداد عندكم المولود نؤذن له في الاذن اليمنى ونقيم له الاذان في الاذن اليسرى، فانه ان وقع حفظه الله من ام الصبيان. كاين بعض العائلات المتدينه تعلم هذه السنه المباركه، فاذا ازدنا المولود نؤذن له في الاذن اليمنى ونقيم له الصلاه في الاذن اليسرى. اول يوم بحال واحد السادي باقي خاوي كندير له الطابع ديال لا ميزون، كندير الطابع ديال لا اله الا الله محمد رسول الله، طابع الايمان واليقين. اما اذا لم اؤذن له لا في الاذن اليمنى ولا اقيم اليسرى، احتمال انه يصاب بام الصبيان، وهي روح خبيثه تؤذي الاطفال الصغار وكتبقى عايشه معهم كدير لهم الرعب. وقد يكون السبب هو ان الطفل الصغير تعرض لسلوك معين فيه شده وعنف، اما من شي واحد من افراد العائله، اما في المدرسه كيقدر شي معلمه او شي استاذ ربما مقلق ومعصب وتعامل مع معامله شديده فيها تخويف، يصاب بالخوف. وقد يكون السبب هو ان العائله كيتجمعوا وكيبداو يتكلموا على افلام الرعب واحدث الرعب عن الجن والارواح الخبيثه والشياطين والظلام وعايشه قنديشه وحمو الاحمر وعايشه مول الحناني وكلام فارغ هكذا، كيبدا الانسان كيخاف
الطفل الصغير يلتقط الكلمات ويشعر بالخوف، وإذا نام ديما كيتخيل بأن خطر، خطر قادم إليه. ليل ما هو ليل ونهار ما هو نهار، ويعبر عن هذه المعاناة بالتبول اللا إرادي. العلاج ديال هذه الحالات هي متعددة. فضل الله تعالى أن العلاج الديني كيكون صالح لأي شيء، كما أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، العلاج الديني بالقرآن صالح كذلك لكل شيء، للمرض العضوي والبدني والنفسي والروحي وغير ذلك. هذه البنية العلاج ديالها أولا كنطلبوا من مهوبها أنهم يشبعونها عناقا، العناق. بغيت كل أب وكل أم يعنق وليداته، وهذه الأيام الدراسة ما كيناش وإحنا مجموعين مع وليداتنا وبنيتنا، نعنقوهم نشبعوا فيهم عناق، على الأقل نعنقهم ثلاثة مرات في اليوم، كل حركة كل جست الله الله تعالى عندي تعالى عندي، وعنق وليدك وعنق بنيتك، راه واحد النمو غريب غادي يوقع عليه. هرمونات وخلايا كانت راكدة سوف غتشعل غتضوي، وحتى النفسي ديالو اللي كانت معوجة تستقيم، هو غيشعر بالاستقرار النفسي. ربي عز وجل نظم لنا هذه الأشياء. لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. ربي بغي يجمعنا على المحبة وعلى الإيمان وعلى اليقين. نعنق ولدتنا هذه الأيام، ومرة مرة نعسوا معهم ونعنقوهم، رادك كيشعر بالأمان، وكيبدأوا مجموعة ديال الظواهر النفسية والسلوكية الغير المستقيمة كتكون عند أولادنا تختفي من الظهور، والحمد لله ربي غادي يشافي. ثانيا وليداتنا دائما غير تشعر بأنهم عندهم شي حاجه غير عاديه، كنوضع يدي على الجبهه، ولدك ولا بنتك نوضع يدي على الجبهه ونقرا الفاتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين، هذه كتسمى الرقيه المختصره. خفت على وليداتي وبنيتي والحفادات ديالي، نوضع يدي اليمنى على الناصيه على الجبهه واقرا الفاتحه وايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين كتحصين، حسن حصين، ونصلي على النبي الكريم، نصلي على النبي الكريم، وربي عز وجل غادي يحفظهم. وكذلك نحرص هذه الايام نتفادى النزاع بين الزوج والزوجه. كاين بعض العائلات ديما المراه مضربه مع الرجل والراجل مضرب مع المراه، ما كيتفاهموش، واخا كيتلاقاو غير في وقت متاخر من الليل، كيكونوا غايبين بعضياتهم، هو خدام وهي خدامه، ولا هي ربه بيت عندها اغراضها هو خدام، كيتلاقاو بعضياتهم وكاينوا النزاع. نتعلم أن هذه الأيام كل واحد منا يتصالح مع زوجته، وكل زوجة تتصالح مع زوجها، ويكون بيناتنا محبة ومودة. أول مستفيد هم الأولاد، الأولاد غادي يلقاوهم هم وباهم فرحانين، غادي يلقاوهم كي يتعاملوا بواحد الرقة، واحد الإحسان، واحد الابتسامة طيبة. نجتمع الحمد لله، راه غير الانترنت والتلفاز راه فيه خيرات كثيره، نجتمع على برنامج ثقافي وثائقي، نجتمع على مسلسل اللي هو محافظ واللي هو في معاني ورسائل جميله، على فيلم سينمائي اللي مثير ولكن لا يخدش الحياه، كل هذا مفيد. نجتمع على برتتاي وكنفرحوا وكنسعدوا، الشمل ديال العائله غيجتمع ونتفادى النزاع. الله يجعل البركه، غير كورونا يكفينا بركه من الحقد والكراهيه والنزاع، وغتشوفوا بان وليداتنا غادي يعودوا سالمين معافين. فاسال الله الكريم اخي رشيد، الله يحفظ لك هذه البنيه، اللهم تعالى يحفظها بحفظه ويعالج بعلاجه ويبارك فيها. واخي رشيد، هذا المشكل ديال العمل والشركه والكريديات، راه الله يسترنا ويستركم، هذه الازمه الاقتصاديه راه هو ناقص خطر يدق على العالم. وفي في خير ايضا، لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم الا خيرا. من قبل كانت عندنا ما يسمى بالراسماليه المتوحشه، انسان كيكسب المال وكيتاخر وكيخبي، والشركه العملاقه والناس فقراء. اليوم كنلقاو مرض كورونا كيدير لنا واحد النوع من المساواه ما بين الغني والفقير والدول العظمى والدول الفقيره، كل شيء بحال بحال. لكن بالمقابل لقينا في دول عظمى لقينا مبادرات حسنه، شركات عملاقة بدأت تتبرع بملايير الدراهم والدولارات، تتبرع بها للدفاع عن هذا المرض ديال كورونا، ضد كورونا، والأسواق اللي هي العائلة الضعيفة والمعوزة. وهذه بادرة عظيمة فيها روح إنسانية، وربما حتى في مغربنا العزيز راه عندنا شركات عملاقة، وعندنا أسر اللي هي غنية
وان شاء الله غنسمعوا اخبار ساره حتى هما بما اعطاهم الله من نعيم غيبداو يتبرعوا بهذه الاموال الطائله لفائده المؤسسات والصناديق الفارغه. ثم غادي نلقاو ان شاء الله تعالى واحد التضامن بين الاسر فيما بيننا، لان الانسان اش غيدير بهذا المال؟ الى قدر الله توفى غادي يبقى لا شيء، ما غيدي منه والو. هذه فرصتنا لكي نتضامن فيما بيننا. راه كاين اخوان لنا ما عندهم ما ياكلوا، وكاين عائلات اللي داروا هجوم على الاسواق وجمعوا كل ما هو موجود من مواد استهلاكيه، وكاين اخرين ما كيلقاوش حتى اتاي والخبز حرفي. فهذه فرصتنا اننا نتضامن، الغني منا يعطي لاخيه الضعيف، ونقتسم فيما بيننا، وربنا عز وجل يكرمنا. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ابي موسى الاشعري، قال: الاشعريون انا احبهم ويحبونني، انا منهم وهم مني. قالوا: يا رسول الله انت من قريش؟ قال: انا من قريش ولكنني يعجبني سلوك الاشعريين فانا منهم. قالوا: علاش يا رسول الله؟ قال: اذا قل زادهم، قل الطعام ديالهم، كيقولوا كل واحد يخرج من دارو اش عنده من خير، وكيدير واحد المنديل كبير، واحد ليزار كبير، وكيوضعوا هذا كثير، وضع عنده مال كثير وطعام كثير، هذا ما عنده غير قليل، هذا ما عنده والو، يجمعون ذلك كله في ازار واحد، ثم يقتسمونه بينهم بالسويه. وكتسمى هذه اول اشتراكيه اسلاميه في الدين الاسلامي. اشتراكيه ماشي الاشتراكيه الماركسيه اللينينيه القائمه على الصراع وعلى الدماء وعلى الاقتتال، لا، هذه اشتراكيه طوعيه تلقائيه، ان الناس كيتضامنوا فيما بينهم. والحمد لله يا ما سوف نسمع ويوم سوف نرى مثل هذه الاشياء. فلا يحزنك اخي رشيد هالشيء اللي وقع لك، طلب الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين أن يفتح لنا ولكم جميعا خزائن رزقه وعطائه. الله يكرمكم ويحفظكم ويزيدكم الله من نعيمه. آمين آمين يا ربي يا كريم. بقى معنا أخويا رشيد، ختم الحلقة ندير واحد الدعوة ديال الخير ويكون لك فيها أوفر النصيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.